من مسائل المسح على الخفين، لو أن الإنسان لبس شرابا بعد أن توضأ، وأريد أن أصور وأمثل على نفسي أنا، لما حضرت إلى صلاة الجمعة لبست شرابا واحدا بعد أن توضأت، لما جاء وقت العصر وكنت قد أحدثت بعد الجمعة اشتد البرد، أريد أن ألبس شرابا آخر، فأنا لما جاءت الساعة الثالثة عصرا من يوم الجمعة مسحت على الشراب الأول، مسحت على الشراب الأول لأنني محدث. فلما جاء بعد العصر اشتد البرد، أريد أن ألبس شرابا آخر، فماذا أصنع؟ أمسح على شرابي الأول، إذا كانت طهارة انتقضت الساعة الثالثة عصرا، إذا كانت انتقضت ألبس هذا الشراب الثاني أتوضأ، وإذا وصلت للقدمين أمسح على الشراب ثم ألبس الثاني، ويصح لي على الصحيح أن أمسح على الأعلى، لكن مدة الأعلى في المسح ترجع إلى مدة الشراب الأول الذي مسحت عليه الساعة الثالثة عصرا، يجوز أن أمسح على الأعلى.